يا أيها الرجل المحول رحله، هل نزلت بآل عبد منافي الآخذون العهد من آفاقهم والراحلون برحلة الإيلاف؟ أبيات لمطرود بن كعب الخزاعي تستحضر مصطلحا نعرفه جيدا من الآيات القرآنية لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فما هي إيلاف؟ وما هي رحلة الشتاء والصيف التي خلدها القرآن الكريم؟ كانت التجارة في مكة قبل الإسلام محدودة، لأنها تعتمد على مجرد أسواق محلية تتداول مصنوعات القبائل الداخلية خلال الأشهر الحرم. وكانت الكثير من القبائل تمتهن قطع الطريق أمام تجار الجزيرة العربية خلال انتقالهم بين الشام واليمن. لم يكن هاشم بن عبد مناف جد الرسول صلى الله عليه وسلم ومؤسس سيادة قريش راضيا على محدودية التجارة، خاصة بعد تعرض مكة لنقص شديد في قوت أهلها. قرر هاشم تغيير وضع مدينته، سعى إلى لقاء قيصر الروم وطلب منحه كتابا يفتح أسواق الشام أمام التجارة الآتية من مكة، وتمكين التجار المكيين من تسهيلات في المرور وتحرك بين المدن الشامية التي يحكمها البيزنطيون. في المقابل اقترح على القيصر أن يفد التجار من رعايا بيزنطة على أسواق العرب بتجارتهم، على أن يضمن هاشم تأمين الطريق لتلك التجارة بين مكة والشام ذهابا وإيابا. حصل هاشم على موافقة القيصر ثم موافقة زعماء القبائل، وسميت الاتفاقية بإيلاف. توفي هاشم في إحدى رحلاته بمدينة غزة، واستكمل أخواه نوفل والمطلب مشروعه الكبير. عقد نوفل اتفاقا مشابها مع الأكاسرة وملوك الحيرة، مما فتح أسواق العراق أمامه، فيما تولى المطلب التفاوض مع زعماء قبائل اليمن فأعطوه العهود المطلوبة. ومن هنا صارت قريش تخرج رحلتين كبيرتين، واحدة في الصيف متجهة إلى الشام، والأخرى في الشتاء ووجهتها اليمن، وهما المشار إليهما في الآية القرآنية برحلة الشتاء والصيف. غير نظام الإيلاف الذي وضعه أجداد الرسول صلى الله عليه وسلم تاريخ العرب، بدأ مشروعا بين طرفين لخدمة قبيلة واحدة، ثم اتسع ليشمل شبكة تجارية واسعة ونشاطا إنسانيا كبيرا تداخل مع الاقتصاد والسياسة والحياة الاجتماعية والثقافية بشكل عميق ومؤثر.